تشارك فرقة القوات الخاصة في تأمين زيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى، إعلام وزارة الدفاع وثق لكم واجب الفرقة عبر هذا التقرير. شرعت فرقة القوات الخاصة ضمن قاطع المسؤولية ضمن قيادة عمليات كربلاء المقدسة في تأمين طرق زوار زيارة النصف الشعبانية المقدسة على شكل مرابطات وعقد، عمليات استباقية خارج المدينة لتأمين هذه الزيارة المقدسة وتوفير الأجواء الآمنة. بهذه المناسبة تبقى القوات الخاصة الاحتياط القوي لدى القائد العام للقوات المسلحة واليد الضاربة على رؤوس الإرهابيين أينما وجدوا، وتوفير الأجواء الآمنة للعراق. باشر لواء القوات الخاصة الثاني بواجب ضمن قيادة عمليات كربلاء المقدسة بمناسبة زيارة النصف من شعبان. تم اشتراك فوجنا ضمن القطاع الشمالي المحور الشمالي من نهر المغلف لغاية سيطرة 54 ميم، وكان تأكيد على جميع المقاتلين وجميع الضباط ضمن الفوج على إخراج الدوريات الراجلة وبالعجلات خلال فترة 24 ساعة لتفويت الفرصة ولمنع الخروقات الأمنية ضمن القاطع المسؤولية. احنا ابطال القوات الخاصه اللواء الثاني الفوج الثاني، اجينا اليوم يعني هنا لتامين زياره النصف من شعبان، وان شاء الله متاهبين لكل طارئ، وان شاء الله هنا متواجدين لحمايه الزوار ابا عبد الله الحسين. نحن جنود القوات الخاصه تكلفنا بواجب حمايه الزياره الشعبانيه في كربلاء المقدسه، ونعاهد الله والوطن على حمايه الزوار. أبطال القوات الخاصة، رجال المهمات والمواقف الصعبة، تجدهم دائما بأتم الاستعداد والجاهزية. من الطريق المؤدي إلى كربلاء المقدسة، صباح الخزعلي، إعلام وزارة الدفاع.